مستقبل هذا الشاب سيكون بين عمالقة القرآن الكريم في المستقبل القادم. فتخيل معايا شاب من 12 ل 15 سنة أحدث فارق لهذه الدرجة وسط سميعة القرآن الكريم في الوطن العربي بسبب نجاح المحفل الأول ليه. كل محفل يحضره بعد هذا المحفل يطلبوا منه نفس مواضع الآيات بنفس أسلوب المقرئين اللي قلدهم في أول محفل له. فقلد القارئ عبد العزيز حصان والقارئ عنتر مسلم 3 تلاوات لهذا الشاب اليوم في نفس مواضع الآيات ونفس تقليد كبار القراء المصريين مقارنة بالأداء في أول محفل له وآخر محفل له. فيلا نشوف تطور مستواه من سن الشباب إلى سن البلوغ. وإذا البحار سجرت